السلام عليكم، كدايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف وصحيه جدا جدا، وكتصلح في هذا البرد. الوصفه معروفه بها المنطقه ديالنا ومهم الجنوب الشرقي كامل. المهم الوصفه اللي هي إفنوزن. عندي هنا الفصه قطعتها وغسلتها، وغادي ندير دابا الطيب. بسم الله، نديرها في القدره وغادي نطيبها جوج مرات. غادي نبدل ليها الماء جوج مرات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا نديروها في القدره الطيب. هي راه فيها كميه كثيره بزاف، غير ما بينتش، غير هاد شويه حيت عندي تبارك الله القدره عامره. ها هي، يعني شعلت عليها دابا البوطه باش طيب. والخضره هنا عندي مطيشه، عندي 4 مطيشات. عنديك بصلة كبيرة، عندي ثومة خضراء، عندي فلفلة حمراء حلوة، عندي البصلة خضراء، عندي هنا فلفلة صفراء، وعندي جوج فلفلات حارين. دابا هاد الخضراء غادي نطحنها مزيان، وغادي نتلاقاو عاد ثاني في طريقه التحضير ملي طيب ليا الفصه. وكنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه باش كندير انا إفنوز. دابا غادي ندير سكسو اللي غادي نخلط مع الفصه. بسم الله، وغادي نطيبو على العواد ان شاء الله. صراحه الطريقه ديال السكسو كلكم كتعرفوا ليها، ولكن ضروري نديروها. غادي دابا ندير السكسو يطيب، وعاد غادي نمشي نطيب الخضره اللي وريتكم قبيله اللي غادي نرافقها معايا الفصه. دابا السكسو ديالنا شرب الماء، دابا غادي نديرو يطيب. المهم غادي نفورو جوج تفويرات، ما غاديش نصور الطريقه باش كندير السكسو، راكم عارفين ليه، باش ما نطولش عليكم الفيديو حتى نبغي نخلطهم، وديك الساعه غادي نشارك معكم كيفاش كنديرو السكسو والفصه. دابا غادي ندوزو للطريقه باش نطيب الخضره. ندير الزيت. بسم الله، دابا غادي ندير البصلة والثومة والفلفلة حتى هي، غادي ندير كلشي في طرا وحدة. هنا عندي الشحمه ذوبتها ودرتها شويه ديال العطريه، وعندي هنا القزبر والمعدنوس.
دابا البصله والفلافل تشحروا، دابا غادي ندير لهم العطريه، شويه ديال الكمون، الفلفل الحار اللي صايبنا في الدار، شويه ديال الابزار، شويه ديال العطريه مخلطه فيها القزبر مع هذاك شنو سميتو يا ربي سكين جزير حميره، المهم مخلطه. الخرقوم دابا غادي نضيف ليها الشحمه والقزبر، غادي نزيد عليهم مطيشه كوكا بحمتها نيت مزيان، ها هي، وغادي نخلط هذا الشيء كامل مزيان، والملح نسيتها، وغادي نخلطهم مزيان ونخليهم حتى يطيبوا، وغادي نزيد عليهم شويه ديال السمن والزيت العود، الزيت العود كتبقى على حسب الكميه ديال السكسو والفصه اللي درتو، والفصه هي موجوده طابت، دابا غادي نعصرها من الماء، وملي طيب ليا هاد الخضره ونخلطها معها. ها الفصه دابا غادي نعصرها نحيد ليها الماء، انا عصرها مزيان، وغادي نفرتها، وملي طيب الخضره غادي نخلطها معها ان شاء الله. تابعوا الفيديو حتى الاخير، غادي ينال ان شاء الله الاعجاب ديالكم، هاد الوصفة راه صحية، دابا ها الفصة واجدة، دابا غادي نضيف السمن الحار للخضرة باش يدوب ونخلطو مع الفصة ان شاء الله. دابا ها السمن داب ليا على الخضرة، غادي نخويها دابا على الفصه، ها هي، وغادي نخلطها مزيان. دابا خويت الخضره، غادي ندير ليها الزيت الزيتون، وغادي نخلطها مزيان. والسكسو ها هو رديتو الطفويره الاخرى، وغادي نحيدو ونخلطو مع الفصه ان شاء الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي. دابا السكسو طاب، درتو هنا في القصعه، دابا غادي نخلطو مع الفصه، الفصه اللي خلط قبيله، باقي سخون كيحرقني ما نقدرش نقيسو بيدي، نبقى نخلطو بالمغرفة هكا، نجيب شي معلقة اخرى صغيرة صغيرة احسن، المهم هكا اللي تنديرو الوصفة،
راه وصفه صحيه. دابا حتى نخلطها مزيان ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هاي الفنوزن ديالنا موجودين. كنتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم. ها هي الطريقه باش كنديروهم، انا وريتها لكم اليوم. كنتمنى ينال هاد الوصفه اعجاب ديالكم. المهم اللي عنده دجاج يقدر يضيف الدجاج، الكفته، اي حاجه اللي بغى يزيدها غيزيدها. المهم انا درت اليوم ديال الزيت البلديه والشحمه والسمن. ها هما كيجاوكم. ايوا كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. الى الوصفه اخرى ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.